لا الساعة التاسعة تأخرنا عليكم قليلا. موضوع عن التربية الحسنة سواء الفقير أو الغني. التربية الحسنة خير من الكنوز والجواهر. روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. كما ذكر بعض العلماء أن الله تعالى يسأل الأب عن ابنه يوم القيامة قبل أن يسأل الابن عن أبيه. ومن المعلوم بالأدلة والبراهين والوقائع الثابتة أنه ما أفسد الأبناء مثل إهمال الآباء في تأديبهم وتعليمهم ليتمكنوا من العبور إلى الآخرة بسلام. ولا أسوأ من تفريط الآباء في حمل أبنائهم على طاعة الله وزجرهم عن معصيته وحملهم على الابتعاد عن الدنيا ومغرياتها. يحسب الوالد أنه يكرمه ويعزه بذلك، يحاول أن يتمنى عن تحسينه لآخرته، وهو بالحقيقة إهانة وظلمه. نعود إلى المسلسل رصيف الغرباء. اخترت نموذجين: نديم ابن العائلة الفقيرة الذي تربى في كنف فلاح يعمل بقوته اليومي من أجل السعي وراء العيش الكريم لأجله ولأجل ابنه، ثم علمه في أحسن المدارس، وذلك ممكن كان يؤدي إلى جعله لا يأكل ولا يشرب ويمنع قوت يومه عنه وعن زوجته أي الأم نديم من أجل مصاريف المدرسة، وليصبح الولد في مركز وينال على شهادة جامعية متفوقة ويعمل بمركز معين. طبعا هنا لارا الابنة التي تبنتها السيدة وردة، طبعا تعتبر ابنتها الآن، تربت في غنى ورهافة وعيش كريم، ولكن الفتاة تربت بأخلاقيات حسنة. يا ترى لما؟ هل السيدة وردة لأنها نموذج امرأة جيدة وحسنة ومنذ البداية ربت أو تبنت ابنة ليست بابنتها وأعطتها كل حنانها وأشيائها، وإما لأن هي تفضل أن تقدم الخير وجعلته تربى مع تلك الفتاة الصغيرة التي رعتها وتبنتها. طيب هنا نموذجين: الابنة لديها المال الكثير والرعاية الحسنة والخدام والأراضي والقصور والبيوت الفاخرة، تربت على أن تعطف بالفقير، تكون معه، تحس بإحساسه، ولم يغريها أي إغراءات أخرى، أي دليل أنها غنية يجب أن تتزوج أو تحب إنسان غني، أو ولكنها كانت تشعر بعمق اتجاه الفقراء، على الرغم من أنها لم تعرف أن نديم هو الشخص الذي كانت تبحث عنه أو كانت تفكر به بخيالها. طيب نديم الشاب الذي تربى وكان يبحث عن تلك الفتاة الفقيرة أو اليتيمة التي تركها جدها بدون معيلة ثم أخذتها السيدة، كان دائما يحلم أن يحقق حلم والداه، أن يكون
على طاعتهم أن يعمل ويدرس من أجل أن يرد لهم المعروف الذي قدموه له، وقد عاشوا بضنك وفقر واحتياج. نحن معنا الآن حيدر عيسى، نوجه لك تحية. أميرة حدارة أهلا وسهلا، أبو فارس حدارة، زكريا حدارة، كلنا مبسوطين فيكم يا حلوين. very good you wave to ستار لايف فيديو. اوكي، نحن معكم الآن لنتابع الحوار. لما برأيكم هل أن التربية كانت من الأساس تربية صحيحة؟ وهذا النموذجين الفتاة والشاب تربوا على أخلاقيات معينة وحميدة جعلتهم يفكرون بأخلاقيات وأسلوب حياة معين، ويشعرون طبعا الغني يشعر بالفقير والفقير يشعر باهتمام طبعا وحبه وأخلاصه للعمل وعدم يعني تقديمه أشياء باطلة من أجل الحصول على الغنى والثرى والثراء. طيب لما هذا الولد الأم وردة كانت محسنة عطوفة تحب الخير للجميع، تشعر بصفاء ونقاء، وكانت تحلم بالولد الفقير والعائلة. معنا عبد القادر منكل، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا، شاركونا، شاركوا شاركوا بالآراء لو سمحتم، لو سمحتم. نعود موضوع الليلة، التربية الحسنة سواء كان فقيرا أو غنيا، يعني ذلك أن المال لا يهم في هذا الشأن. يتربى الإنسان حتى لو لديه كسرة من الخبز يعيش يومه عليها، لو أن أهله يعيشون من أجل تربيته ويضحون من أجله وينامون جياع ولا يعتنون بأنفسهم ليقدموا للابن أو الابنة الحياة المناسبة والعمل والدراسة والاحتياجات الخاصة. ونرى الجانب الآخر، الثرية كذلك ربت الابنة على حب الخير والعطف والحنان اتجاه الآخر والمشاعر الحميدة الحسنة. هل هذا لأنها تطبعت بسلوكيات السيدة وردة؟ هل لأن نديم تطبع بسلوكيات الأب الفلاح الجريء الشامخ يعني الشبعان، السيدة المحترمة التي أبت أن تقدم تنازلات من أجل حفنة من المال وضحت، والخادمة ضحت وقتلت الأستاذ في هذا المسلسل كما رأينا أنواع في الحلقة الأولى، قتلته من أجل الدفاع عن زويها أو مثيلاتها من مثل أمثال والدة نديم الذي حاول التحرش بها، ولكن المال لم ينفع في هذه المسألة، لم يغري المال السيدة والدة نديم أو والد نديم، وتركوا المنطقة ودافعوا عن حريتهم وكرامتهم وعاشوا فقراء وربوا الولد على حسن الطباع والأخلاق. ما رأيكم يا حلوين؟ محمد is watching. شكرا يا محمد. حيدر عيسى bring them on camera. The friend ما بعرف إذا فينا نعمل شي هون. يلا يا حلوين نحن معكم، الموضوع بدنا نكمله. يعني ذلك ليس له علاقة بالمال الغنى أو الفقر، يعني سواء لديك مال أو ليس لديك مال. إذا كانت التربية حسنة والبلد تطبع بطباع أهله الحسنة وأراد أن يكون واحد من أهله ويحزو على حزوهم وسوف يكون بمثل أهله أو التربية التي تربى عليها.
طيب لنشوف بماذا أشارت النصوص إلى أهمية العناية بالأبناء وضرورة تربيتهم. إن أفضل ما يعد يقدموه الآباء لأبنائهم من العطايا التربية الحسنة والصفات والأخلاق الحميدة. معنا مدحت عمار is watching. شكرا يا مدحت، شكرا للجميع. بدي مشاركة بالآراء، فكرتكم عن التربية الحسنة ولماذا الإنسان يكون متربي حتى لو لم يكن لديه المال، وإذا كان لديه مال فائض كمان بيكون متربي ذو أخلاق حميدة. طيب لنعود إلى الموضوع، التربية الحسنة. التربية الحسنة والصفات والأخلاق الحميدة، وأن ذلك أفضل لهم من الكنوز والجواهر والثروات. وإن أرادوا تنشئة أطفالهم يجب عليهم أن يسعيا إلى تربيتهم في جميع المراحل تربية حميدة. مدحت عمر thank you. علي وهبي is watching. Very good. الشكر لألك. نحن معكم نبي حضارة، أنا معكم نبي حضارة من سيدني أستراليا. أرجو المشاركة بالأراء. موضوع الحلقة التربية الحسنة ونموذجين من مسلسل رصيف الغرباء اللي شاركنا الآن. الشكر للمشاهدة الآن. لنكمل، يكون أساسها التربية الحسنة تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته في كل حين. والباحث في أداب الإسلام وكيفية التعامل مع الأبناء سيجد أنه وضع لنا قواعد أساسية لذلك نذكر منها. علي وهبة مرحبا، علي وهبة أهلا وسهلا، ألف شكر. أولا عن الصادق عليه السلام لأحد أصحابه حين قال: قد هممت أن أتزوج، قال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لابد فاعلا فبك برن تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. يعني حاول إيجاد الإنسان الذي يستحق أن تعطيه اسمك ومالك وتطلعه على دينك، يكون عنده حسن الخلق. لنرى أيضا ماذا يوجد عندنا هنا. تسمية الأبناء تسمية حسنة. في بعض الأسماء تسمى للأبناء تساعدهم في شخصيتهم على ما أعتقد، تؤثر على سلوكياتهم. سميهم أسماء فيها معنى، سميهم أسماء. جاتي أشمد is watching. Thank you. بدنا مشاركة لو سمحتم، لو سمحتم مشاركة. إذا محطوطة هوني مزبوطة. Bring them on camera. This is watching. Adding. لنرى الآن ماذا لو سمحتم، لو سمحتم معكم هنا. بدنا الناس يشتركوا معنا بالحوار لو سمحتم. آسيا، خلدون، هاجر، زكريا، منير، محمد، صفاء. لنتابع الموضوع، بدنا الكل يشترك معنا اليوم ونرجع إن شاء الله نكمل معكم. طيب لنرى الآن. ميلاد إسحاق ويفينج، ألف شكر، ألف شكر. نتابع الموضوع.
الولد عندما يتربى على أخلاقيات وسلوكيات معينة طبعا سينشئ في جو مريح ويأخذ تلك الطباع والعادات من أهله، من الجو اللي حواليه. ولكن إذا تربى تربية غير سوية، تربية كلها نفاق وكذب وعدم التعامل مع الآخرين بمصداقية وخداع ونفاق وابتزاز، طبعا الولد سيأخذ من طباع أهله. الولد يتعود كما تعود أي شيء حواليك. يكبر الولد ويترعرع في ظل حب، حميمية، دفء عائلي. لابد أن يكون إنسان سوي، وبعدها يختار حياته وطريقه للمستقبل، وطبعا الذي تربى عليه سوف يكون في أعماقه، في داخله، وسوف ويتعامل مع الآخرين بهذا المنظور الذي تربى عليه. وإذا تربى الولد على تربية سيئة، نفاق، كذب، أي شيء قابله في الحياة في مجال عمله سوف يطبق الأشياء التي تعود عليها. ممكن يكون بعقله يقول لا أنا هيك متعود، أهلي هيك ربوني، أنا ما عم بعمل غلط، هيدي الحياة، هيك أهلي، أنا تربيت هكذا وأنا يجب أن أكون هكذا. طب لنتابع. قيل تعليمهم الصلاة عند البلوغ واعتمار قلوبهم بالإيمان وجعلهم يتعلمون الحلال والحرام وما هو واجب وغير واجب. انتبهوا، العادات والتقاليد غير شيء مكتوب، مش حلال وحرام. ما دخلنا عادات وتقاليد، هيدي تربينا على عادات البيئة، كل بيئة عندها عاداتها وتقاليدها وثقافتها. هيدا رمي مي وراه لما بيطلع مثل الأتراك، هيدا مثلا كسور خبزة إذا خلق بي بفوت عليه، هيدي عادات وتقاليد، هيدي ليس مكتوبة في كتب سماوية، هيدي عادات وتقاليد. يعني لما بدك تجي تحكي وتتفلسف على الآخر بدك تحكي بالمنطق وبالدين، وما هو الحلال وما هو الحرام. الكذب هل هو حرام؟ نعم. السرقة هل هي حرام؟ نعم. هل أي شيء منافق، النفاق، الخداع حرام؟ طبعا. كل أشياء هي مذكورة. تعذيب شخص ما، جلد شخص ما، أشياء معاهدة حرام، هيدي مكتوبة. وتعذيب الآخر، شخص إنسان مثل الإنسان الآخر، تعذيبه سواء بالعصاية أو بالضرب، الكلام البذيء، الكلام النافر، هيدا كله أشياء مؤذية، هيدا مؤذي. لا يقول لي إنسان رجل وامرأة، سنغير الموضوع قليلا. الرجل ترى هذا رجل تربى، مين رباه؟ العادات والتقاليد، مين ربته؟ أمه، أبوه، جده، سته، البيئة اللي حواليه. أنت رجال، رجال بشو؟ أنت رجل بماذا لتقوى على المرأة وتضربها؟ إذا تربيت تربية حسنة وتربيت على الدين والحلال وما هو نافر وحرام، تعرف كيف تتعامل مع المرأة. هنا أنور بالمسلسل، نعود إلى الحلقة الأولى، أخته لا يعرف التعامل معها، أخته لا يحترمها، حتى ابن الأخت لا يحب عمته، تربى كما والده على كرهه لعمته وعدم إعطائها ميراثها واشترته من مالها الخاص. منير حدارة، شكرا. نتابع. نحن معكم، نريد آراءكم لو سمحتم، إذا تستطيعون الكتابة لو سمحتم، لنكمل الحديث معكم. أيمن حدارة، أبو خليل، هيثم، كمان في عنا فريال، زياد المصري، حيكونوا معنا إن شاء الله.
دكتورة حياة حدارة، كلنا بدنا نشترك بالحوار لو سمحتم، كل الناس هوني لو سمحتم، أن الوقت عندكم مناسب للاشتراك بالبلاد العربية، أرجو المشاركة في الحوار. و رقية أين أنت؟ كلنا معكم، لطيف ميخائيل، شلان سليماني، يلا يا شلان، كنا ناطرين إسماعيل حدارة، خاتم حدارة، إذا بيفتح لنا الخط ما بيكون مشغول. كمان عبد الفتاح عنا هوني، بدنا ناس لو سمحتم مشاركة، علي بزي أحلى الناس، سلام إلى لبنان، دنيا حدارة كمان، يلا يا دنيا يا مثقفة يا حلوة، بدنا الناس كلها تشترك معنا لو سمحتم لو سمحتم. الموضوع اليوم كما ذكر بلال حدارة، ألف شكر لك. بدي تجاوب معي، ما بعرف اذا عم تكتبوا انتوا، انا ما عم بقدر شي. والله معكم محمد حمود، الف شكر لك يا محمد، بدي تشتركوا معنا. الله معكم، الله معك. شو رأيك حنكمل؟ لازم الفرد او العيلة تعلم الولد او البنت الاشياء المكتوبة بكتاب الله، تعلمهم المبادئ، الأخلاقيات، السمات الحسنة، حتى ينشئوا وقلب نقي طاهر، سلوكياتهم جيدة. طيب كمان مكتوب استغلال البرامج الثقافية والمتطورة والتقنيات الحديثة بالتربية، شرط أن تكون هناك رقابة من الآباء للأبناء. هناك برامج ثقافية كثيرة تقدم للولد، الولد بيحضر التلفاز، يتبع اليوتيوب، إذا كانت البرامج ثقافية تعلمه الكثير في حياته، تعلمه مثل ما يعلمه الآباء والأبناء. البرامج تفتح العقول، ترشد الإنسان إلى أشياء يتخيلها، يفكر بها، يفكر بعظمة الكون، يفكر بعظمة الأشياء، يفكر لماذا أنا علي أن أكون كذا، لماذا علي أن أسلك سلوك معين، لماذا. هذه البرامج تساعد جدا، ولكن يجب مراقبتها من الآباء والأبناء، لأنه ليس كل برامج التي تعرض على اليوتيوب أو التلفاز هي مفيدة للأولاد أو ثقافية. في بعض البرامج الأجانب يضعونها يقولون هذه ثقافية على الأولاد أو شيء، ممكن تؤدي إلى تدمير الأولاد في المستقبل، ويطبقونها تطبيق غير صحي. محمد الحلبي، أهلا وسهلا. خضر السعيد، أهلا وسهلا، أين أنت؟ الجميع مشاركة لو سمحتم، إذا بتريدوا كمان عنا اختيار الرفقة الصالحة لهم، والتأكد من أن جميع رفقائهم لا يخشى عليهم من رفقتهم. الرفقة كتير مهمة من الطفولة، الأم والأب، إذا الأم مسؤولة عن رفقة أولادها، ومين بيجي؟ الأب مشغول، الأب هو اللي بيجيب الولاد وبيتبع عليهم وبيطلع عليهم، لازم تعرفوا مين هالرفقة. مش ضروري اسم العيلة، يعني اسم العيلة غنية أو معروفة، لا. من هو هذا الولد؟ أين يتربى؟ كيف يتربى؟ منطقه، الأشياء اللي بيقول لك عليها ولدك أو ابنك أو بنتك، الأشياء اللي بيقول له إياها خلال اليوميات، هل هي مناسبة له، لعشرته أو لعشرتها؟ هل هالولد أو البنت حتأثر على بنتك أو ابنك من الطفولة؟ لأنه هيدا الشيء مهم، يجب أن تعرف أولادك مع مين بيعشروا. بيقولوا لك نحن الكبار، كل من تعاشر أقول لك من أنت. لما كنت أسمع على المثل
انا اقول شو دخل. هلا اوقات في ناس بيشوفوا عالم كتير، بس المعاشره يعني المعاشره الحقيقيه تاكل وتشرب عندهم، ياتون الى عندك وينامون عندك ويظهرون معك ويعني يطلعوا معك اصحاب بحفلاتكم بمناسباتكم، يعني كتير مقربين تعاشرون بعضهم كتير، يعني صفاتك حتكون مطابقة لصفاته. لأنه إذا أنا صفاتي غير مطابقة للشخص الثاني لن أعاشره، يمكن أقابله صدفة في مكان ما، ولكن لن تكون هناك عشرة بيننا، ولا يكون مصاحبة بيننا، ولن أدعوه إلى منزلي إذا لم يعجبني، لم تعجبني تصرفاتها أو تصرفاته. بمعنى إذا أنا بنت أو صبي، حضارة حضارة، أهلا وسهلا فيكم، بدي مشاركة لو سمحتم. أنا كمان I think خلدون فريند معنا، بدي تكتبوا لو سمحتوا، بدي كتابة لو سمحتوا، voice typing سامسونج كيبورد. سامعيني سامعيني؟ يو اجي ويل بي سنت تو جوجل. اوكي، الافكار مواد جيده. سلمت لك ست الكل، اهلين شعلان مسلماني، اهلا وسهلا فيه. بدي تكتب لي شو رايك بالتربيه الحسنه، هل التربيه الحسنه هي التي تؤدي بالشخص الى تربيه طبعا صالحه وانسان خلوق؟ جو البيئه هل يؤثر على الطفل من الطفوله، الولد الذي يتربى بتربية حسنة؟ طبعا بدنا ننتبه شو التربية الحسنة، كما ذكرنا على الأخلاقيات، على كتاب الله، وكلنا نعلم الأولاد البرامج الثقافية التي تفيدهم، المواضيع التي تطرح في المنزل تطرح مع بعض بتشاور مع بعض بدون غضب، بدون يعني تشدد بالآراء، توصل كل واحد فكرته للتاني يقتنع بالفكرة وتكون متساوية، وهيدي الولد بيطلع نشأته سليمة بتفكيره وبالأشياء، يحكي له حكايات، يقول له قصص عن ناس مرت، بالزمن ما كانت أمي تحكي لنا حكايات، عبرة من العبر نزرعناها في دماغنا، طبعا ما في مزرعه بس وضعناها في عقولنا ونطبقها ونتذكرها ونتذكر الاشياء اللي كانت قلنا عليها، هيدي عيب، هيدا مش مفروض، هيدا مش لازم، البنت الكويسه ما بتعمل هيك، بدون توجيه مباشر. انتبهوا، يعني بتوصلي الطريقه لولدك او بنتك بطريقه غير مباشره من خلال انت سلوكياتك، اذا شافك انت مانك عم تكذبي، مانك عم تسرقي، مانك عم تنافقي، مانك عم تتوجهني، هالولد حيطلع مثلك، حيلقط. الولد مثل السفنجة بيلقط كل شيء، بيلقط الأشياء، ولا شو رأيكم؟ كيفك يا شعلان؟ يلا مشاركة لو سمحت، شكرا. طيب خلينا نكمل. كما كنا الاختيار الرفقة الصالحة، التأكد كيف منطقهم، ادعيهم لعندك، اهلا وسهلا، اعملي لهم عزيمه، حوريهم، خدي معهم، شوفي ارائهم، تفكيرهم، هل هو مناسب هالرفيق لابنك ليعشره خلال مرحله المدرسه؟ طبعا بده يعشره، بدك تقولي 12 سنه، يمكن الصف الاول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، يعني كثير يمكن يروح معه على الجامعه، بس البدايه مهمه جدا جدا، لانه اذا الولد الاخر متعود على الشيء، كمان رجعنا متعود على عادات وطباع مختلفه وبيئه مختلفه، ممكن الولد يقول انا لازم اعمل مثله، لازم اتاثر مثل رفيقي، رفيقي بنفس العمر، رفيقتي بنفس العمر، لا انا ما بعمل مثله او ليك كذا وكذا. في صير مناقشه بين الاهل والابناء بطريقه غير هيك مباشره، مع انه ممنوع تعملي هيك، ممنوع تطلعي، لا، لانه البنت او الصبي بصير بدهم يعملوا، بدهم يجربوا، بدهم يشوفوا ليش ممنوع. بينما اذا الطريقه بطريقه الولد البنت الام والاب فتحوا المجال، قولوا لها اوكي انتبهي، شوفي، جربي، جرب. هي لوحدها بتعرف انه البيئه والعادات اللي متعود عليها صحبتها او رفيقتها او رفيقه تختلف عن جو بيتها، هي تمتنع،
هي، ولكن اذا الضغط الضغط هيدا ممنوع، هيدا ما في شيء، هيدي بنت منا منيحه، هيدي لا، مش بهالطريقه. طريقه صحيحه تكونوا انتوا اخوه، حتى لو كنتوا اكبر من ولادكم بكتير، ما ضروري. طريقه السلوكيات، الطريقه اللي بتتقبلوها، كيف الولد يطلب منك بده يروح محل يستأذنك بدون ما انت تقول له لازم تستأذني، يقول لك بطريقته انه انا يا مام كنت عند فلان، انا بدي اروح كذا، بتخليني حاول بتجرب معه، ما دغري لا 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 لا، لانه الولد غصب عنك بدها تروح وبدها تشوف هداك الجو اللي انت منعت عنه، يعني لابد انه هناك يكون الجو احلى واظبط برايها هي. ولكن اذا انت خليتها وراقبتها من بعيد وشفت وعرفت من طريق حكيها شو صار وما صار، هي لوحدها بتتغير وبترجع للسلوكيات اللي تربت عليها. شكرا يا محمد حمود، الف شكر لك، اشكرك جدا. اد لنرجع للموضوع. طيب في قصة بحب لكم اياها. كان العباس رمزا للبطولة والكرامة، نافذ البصيرة والوفاء والإيثار لخير البشرية، وسيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام. يروى أنه لم ينادي أخيه الإمام بالأخ، بل الإمام والسيد إكراما وإجلالا وتعظيما لمقامه ومقام الإمامة والإخوة والطاعة في سبيل الله. والرسالة المحمدية الأصلية سوى اللحظة الأخيرة من حياته عندما سالت دمائه الطاهرة حول الشخصيتين، هاتين الشخصيتين هم خير مثال للأسرة الجيدة، الأم فاطمة الزهراء لقل وجودها ولا مثيل لها، ومن غير علي رضي الله عنه هو الحق والعدل الكرامة ونعم الولي، هو الأب الحنون والزوج المخلص لزوجته. نعم، هذا تابع من التربية الصالحة التي أساسها الأب وهو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. احتزوا بهذا النموذج. الأب علي رضي الله عنه، آباء المثل الأعلى للكثير من الناس. كان يعامل زوجته معاملة طيبة حسنة، أولاده. طب ربوا أولادكم على الحسنى، على الأخلاقيات، على الأمور المهمة. ليس الأمور المهمة أنك أنت تقوى على الأضعف منك، تقوى أنك أنت شرس، أنك حتوصل بجبروتك، لا، ما حدا بيوصل بهالأمور. أخلاقياتك، عملك، كدك، جدك، كفاحك من أجل لقمة العيش والحياة المثالية أو الجيدة. ما عم نقول حدا مثالي، كل إنسان بيخطئ، بيعمل أخطاء، بيحاول وبيجرب، ولكن بيرجع. هذا أساسه التربية اللي تربى عليه، بيرجع بيكون في شيء حاجز بيقول له أنت لست كذلك، لا تتابع هذا الطريق، لن تصل إلى مكان جيد، لا تفكر أن المال أو السيطرة أو النفوذ سوف يمنحوك صفات الإنسان القوي، لا، أنت ضعيف إذا قمت بهذه الأشياء. قالي أحمد شعلان مسلماني بدنا مشاركة يا شعلان، أنا بالانتظار. أحمد حدارة، منير حدارة، محمد حمود، محمد الحلبي، خضر السعيد، محمد حمود، حدارة حدارة. شعلان شكرا لك، الأفكار ومواضيع جيدة، سلام تمك ست الكل، أحلى ناس أحلى الناس، تحياتي للمسلماني. كمان بدنا آراءكم،
لما بعرف انا اذا فيكم عم تكتبوا ما عم يوصل لعندي، يعني انا قصتني جديدة على هالاشياء، بس الله اعلم. كلياتنا عم نتسمع هوني. يلا يا حلوين، طيب لنبدأ لنتابع. ذكرنا القصة، هلا الأخ الكبير إذا كان تربى تربية جيدة، أو الأخت الكبرى، الأخوة سوف يأخذونه قدوة أو قدوة لهم. يعني إذا الولد تربى على عيش معين، على أشياء تعود عليها، طبعا الأخ والأخت سوف يقومون بنفس العمل الذي يقوم به الولد أو البنت. الأخت إذا تعلمت، ذهبت إلى الجامعة، الأخ تعلم ويعني أصبح إنسان مسؤول يحب الخير لأهله. هلا أنتم هل تشاهدونني هنا؟ لا أدري إذا كنتم تشاهدونني. هل ترونني يا حلوين؟ لا أدري إذا تشوفوني، عم تشوفوني هون؟ لا أدري. سيف، هلا ما بعرف أنا إذا شو صار هوني، إذا الكل عم يشوفني. خضر السعيد اشترك معنا الأفكار، بس أين أنا؟ هل ترونني؟ هل ترونني يا حلوين؟ continue wave. طب أين الكاميرا؟ أين الكاميرا؟ فيديو 2. آخ، أين أنا؟ لا أدري. طيب أين الصورة؟ full screen comment aren't available when using affecting adding. طيب ما فينا نعمل هيك. طيب أين أنا في الصورة؟ طيب أين أنا؟ هل ترونني يا حلوين؟ هل تسمعونني؟ هويدا حدارة is watching. مرحبا يا هويدا. طيب يلا بدنا join. يلا كلكم عم تشتركوا، برافو عليكم يا حلوين. بس أنا لا أرى نفسي هنا، لا أدري لماذا. أين الصورة؟ هنا ظهرت مجددا. هويدا حدارة أهلا وسهلا فيكي، هل ترينني يا حلوة؟ طيب لنتابع. كما رأينا أو كما سمعنا أو كما يقال، إذا البنت تربت على أخلاقيات معينة، والأبناء والإخوة رأوا الأخت أو الأخ يقومون بعمل جيد حسن، يتعلمون، يدرسون، يكافحون من أجل العيش، طبعا سوف يأخذون الإخوة الكبار عبرة لهم. لذلك أنا أقول لكم، الابن الولد الأكبر أو البنت الكبرى، طبعا الدلال مهم لكل الاولاد، كل الاولاد لازم يدلل، مش الولد الاول يدلل والاخرين يحطوهم على الصفوف. لا، الدلال، المحبة، الحنية، الاحترام، الجدية، كل هيدي تتضمن من ضمن التربية الحسنة. وطبعا الولد لما بيتربى بهالاشياء الايجابية بجو سليم وصحي، لابد انه اخواته يتبعوه ويكونوا مثله، لانه ما معقول اخ يكون نافر الا في حالات نادرة، هيدي بعيد عن اخوتي، لا يطبق السلوكيات اللي تربى عليها بالبيئة، اذا ما من امه من ابوه من اخوه من الجو اللي تربى عليه. طبعا احنا ببلادنا او كان من زمان يعيشوا الاجداد مع بعض، الناس مع بعض، العمات الخالات، الولد ياخذ من هوني ومن هوني ومن هوني ويتاقلم مع كده، وهيدي كانت صحيه على فكره، لانه الولد لا يعيش وحيدا مثل هلا ايامنا، بس بوجه امه وابوه اذا شافهم، يعني هذا بعد وقت المدرسه والمعلمين. كان الجو صحي، كان يتعلم اشياء كثيره من عمي وخولي وسته وجده والجارة والجار والتجمع، يتثقف. احنا كنا ربينا على اشياء احنا ما تعلمناها بالمدرسة، تعلمناها من خلال حوالينا، الجيران، نسمع كلمة من هون، اجتماع من هون، نشوف التحور كيف، السلوكيات كيف، كله هذا الولد بيمتصه، مثل ما قلنا الولد مثل السفنجة بيمتص كل شيء بياخده. بدنا أفكار يا حلوين. أوكي، خلينا بالموضوع.
طيب يا ترى لنعود، ليش الولد سأنهي بعد قليل؟ شكرا لكم. جيرو تو ماينا از واتشينج فيري جود، الف شكر لكم. نديم الولد الفقير الذي تربى في كنف عائلة فقيرة، حرمت نفسها من أشياء كثيرة لتربيته وإصرارهم على تعليمه في أحسن المدارس حتى لو لم يقدروا تأمين قوتهم اليومي من أجل هذا الولد الوحيد عندهم وتعليمه وإيصاله إلى مركز معين، حتى لو كانت بهالفترة اللي عم يحكوا فيها أنه الوصول إلى مراكز عالية يأخذونا في الجامعة والمراكز الأصحاب الأغنياء يعني، ولكن سعوا وعملوا ما في جهدهم، هذه هي قدرتهم، هكذا خلقوا، لكنهم يعملون بكد وجهد ولم يسرقوا ولم يأخذوا أموال غير شرعية ولم يتأثروا بمال أي أحد، ولكنهم عاشوا كما أراد الله وعملوا وربوا هذا الولد وكانوا راضيين بما أورده الله لهم. البنت لارا التي كانت سوف تحرم، كانت يتيمة من الأم والأب، الأم طبعا تركتها لا ندري أين هي، الأب يتيم والجد مات لولا هذه السيدة الفاضلة، يعني حتى لارا كانت تربت ممكن بملجأ الأيتام أو تلقفها أحد العائلات وربها سواء كانوا فقراء لا نعرف، يعني هذه البنت كانت حسب البيئة التي سوف تتربى عنها بها، وأخذتها هذه السيدة الجيدة الحسنة الخلوقة وربتها وكانت تحب الفقراء وتحب وتعطف على الناس العاديين وتشعر معهم ليس كغيرها من الفتيات الأخريات. اليوم أظن أننا تعرفنا، أو أريد من حضراتكم المشاركة الأسبوع القادم، ممكن نفس المسلسل أو مسلسل آخر، ترقبوا كل ما هو جديد معي أنا نبيع حدارة من سيدني أستراليا. موضوع اليوم كان عن التربية الحسنة سواء للفقير أو الغني، أرجو كتابة التعليقات على نبيها حدارة فيسبوك لأعرف الأسبوع القادم ما هو رأيكم ونخوض في موضوع آخر. أوجه لكم ألف تحية ألف شكر للمشاهدة، وأرجو كل أحد أن تكونوا معي مساء الساعة 9 بتوقيت سيدني أستراليا. ألف شكر للجميع، معكم نبيع حدارة من سيدني أستراليا، باي باي. كوبنا على الفيسبوك تي في سيريز بروجرام عن موضوع التربية الحسنة سواء الفقير أو الغني، ومن مسلسل رصيف الغرباء لشخصيتين عن الفقير والغني والتربية التي تأثر بها، ونحن معكم كل أحد إن شاء الله مساء 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا. لا تنسوا المشاركة ويف والمشاركة بالآراء لنتحاور مع بعضنا، وإن شاء الله نكون على الموعد مساء الأحد بتوقيت سيدني أستراليا الساعة 9.